إذن أصدقائي، هدفي الأول من هالدرس أن أعدد أقسام العين، أن أعدد أقسام العين. طيب، لما نحن نطلع بالمراية، تمام، شو ممكن نشوف؟ خلونا نقول بمنطقة العين بشكل عام. مين بجاوبني؟ يلا تفضل أحمد، اسمع صوتك أول حدا. إنه العين تقدر تشوف كل شيء وبتميز، يعني كل شيء، يعني لما بتطلع بالمرأة. أنا سؤالي، لما أنت بتطلع بالمراية شو بتشوف مثلا حول العين؟ أنسي شيء أبيض. حلو، بتشوف هذا اللون الأبيض. طيب أنسي، هيدا سؤالي بس ما كنت معك. السؤال هو شو منشوف لما منطلع بالمراية، يعني هيك مقابل المرآة، احنا نشوف عيوننا شو منشوف؟ سمعني بمثال إنه العين ما بتعلى عن الحاجب؟ ايه انسي. حلو، معناته بنشوف حواجب، مو بنشوف حواجب؟ ايه انسي، بنشوف حواجب ورموش وعدسات. حلو، طيب شو كمان؟ بؤبؤ. حلو، شو كمان؟ والجفن. جفن، حلو، ممتاز. الاهداب، حدقة. الاهداب، حلو، الأهداب، رائع جدا، أجوبتكم رائعة جدا. إذا أنا في عندي أقسام لما بتطلع على المراية بشوفها، سواء كانت هي جزء أساسي من تركيب العين أو هي بنسميها أعضاء ملحقة بالعين. أعضاء ملحقة بالعين، يعني خلينا نقول إذا راحت في بعضها، إذا راح ما مشكلة. مثلا في أشخاص بيتصاوبوا أو بصير في عندهم حالات احتراق، إذا مثلاً احترقوا الرموش والحواجب، تمام؟ يا هل ترى بيضلوا بيشوفوا؟ والعين ما تبدأ. حلو، تمام، لكن عملية الرؤية تبقى كما هي، تمام؟ لكن طبعاً سبحان الله هنن إلهم دورهم الكبير، وما في شيء هيك بجسمنا إلا ورب العالمين جعل له دور أساسي. لكن خلينا نقول هن أعضاء ملحقة بالعين، فما بيأثروا كتير على عملية الرؤية. تعالوا لنشوف أصدقائي، بالنسبة لأقسام العين بنقسمه لنصين. رجاء ركزوا معي بكل فكرة مشان لما نمشي لقدام ما نضيع، لأنه من كتر المسميات، من كتر الأقسام، من كتر الأجزاء اللي بدنا ندرسها بالعين، جزء الإنسان يتخربط. وعم قلكم أنه تركيبتها معقدة، ما لها سهلة. يلا أصدقائي، أقسام العين حتى نسهل على حالنا هن قسمين. قسم بنسميهم ملحقات العين، ملحقات كتير بسيطين، وفي عنا بقى كرة العين، أساس العين يعني، تمام، يلي خلينا نقول لما بدنا نعمل تشريح للعين رح نشوف بكرة العين هالأجزاء، تمام. رح نبدأ بالملحقات ثم ننتقل إلى كرة العين وأجزاء. أصدقائي، بالنسبة لملحقات العين مثل ما بيقولوا الحباشات يعني، تمام، أول ملحق من الملحقات هو الحاجب، تمام؟ شايفينه هالمنطقة هي الحاجب، تمام؟ سبحان الله هو موجود مثلاً أيضاً لحماية العين، يعني ممكن يكون في عرق، ممكن لما ينزل عرق من الجبين مثلاً تمتصه هي الأشعار اللي موجودة اللي هو شعر الحاجب، وما بينزل العرق مثلاً لمنطقة العين ويؤذيها. فإذاً في عندي الحاجب، في عندي الجفنين والأهداب. الجفنين والأهداب. هلأ الجفنين هي المنطقة يلي افتحوا عينكم وسكروها، افتحوا عينكم وسكروها، ايه انتي. حلو، هدول يلي بيسكروا لنا العين وبيفتحون هالمنطقة هي اللحمية هي، تمام، هي المنطقتين هون بنسميهم الجفنين، جفن علوي وجفن سفلي. طيب شو موجود مع الجفنين؟ موجود هدول اللي نحن بنسميهم رموش، تمام. الرموش هن نفسهم الأهداب أصدقائي، الأهداب هن نفسهم الرموش. فإذا عندي جفنين وأهداب هدول، تمام، إذا عندي أهداب علوية وأيضا عندي أهداب سفلية. جيد لهون؟ بعدين في عندي شيء اسمه الغدة الدمعية. شوفوا لي موقعها وين، شايفين هيك بزاوية العين، يعني هنا هيك نحن إذا لمسنا زاوية العين من هالمنطقة بنكون نحن عم نلمس الغدة الدمعية، بس طبعا هي داخلية وليست خارجية، يعني ما بنشوفها، هي موجودة تحت الجلد. سبحان الله هون بيتكون الدمع، شوفوا هيك سبحان الله مثل الحنفيات، تمام،
هدول الحنفيات بتلاقوهم بنزلوا هون، بتنفرز الدموع وبتنزل على العين، تمام؟ طبعاً في إلها قناة للتفضاية، تمام؟ في إلها قناة للتفضاية لأنه سمعانين بحالة لما بيكون في عنده في طفل بيكون عنده انسداد بالمجرى الدمعي، سمعانين فيها؟ إيه أنتي. تمام. هذا الشخص لما بده ينزل الدموع من هون لهون هيك، تمام، ما في مصرف، تمام، لأنه نحن في عنا شيء اسمه المجرى الدمعي، فسبحان الله. وهي في عنا قناة دمعية بسموها، هي اللي نحن موجودة، هي نحن ممكن نلمسها أصلا، نحن بنشوف كيف مسار الدمعة هيك وبينزل من هون، بس لما بتكون الدموع غزيرة بصير الدموع بتنزل من هون ومن هون ومن هون، تمام. وهيك عم بتخيل توم وجيري لما بتلاقي الدموع هيك عم تنزل من هون ومن هون مثل النهر. حتى بصير في عنا أحيانا انسداد بالغدد الدمعية. تصوروا هدول الحنفيات بتكون مسكرة، فإذا بكي هذا الطفل هون الدمع بضل بيحبس، ما بيحب، عم ينفرز دمع لأنه هو بكي، تمام، لكن ما بيقدر إنه ينزل هذا الدمع، وبالتالي هي حالة خطيرة جدا. طبعا الغدة الدمعية ما بتنفرز فقط وقت البكاء أو نحن قاصدين نبكي، أصدقائي أي شيء بفوت على العين بيأذيها، حتى رائحة، وأكثر ريحة بتأذي العين شو هي؟ البصل. البصل هي إذا رائحة سليمة، ولا سمح الله رائحة الكيماوي، أيضا المواد الكيميائية الله يجيرنا منها، أيضا مؤذية للعين. فنحن بس أبسط مثال عنا، نحن بالمطبخ لما منفوت نستعمل البصل أو نقشر بصل تطلع منه غازات، هي الغازات بتفوت على العين فبتأذيها. وفي كتير ناس حتى بيكون في عندهم حساسية زايدة، ممكن من ريحة عطر، ممكن هلأ بالربيع، ممكن حتى ريحة الكلور، كل هاي الروائح اللي نحن بتطلع مثلا عنا هاي كلياتها بتأثر على العين، فبالتالي لما بتأثر على العين بتسبب لها مثل حساسية. شلون بدها تتخلص من هاي الحساسية؟ بتفرز غدد دمعية، الغدد الدمعية بتفرز دمع، بيجي هذا الدمع مثل المي اللي بتشطف، تمام؟ بيشطف الريحة كلياتها وبينزلها من هون هيك وبتنزل على خدودنا. فهمتوا الفكرة؟ ايه انسي. طيب حلو. لسه في عنا شغلة اسمها الملتحمة. أصدقائي هلأ بالربيع كتير بتدرج، ويلي عنده رمد ربيعي يعني لما بصير في عنا غبار طلع، لأنه بالربيع أصدقائي بصير في عنا غبار طلع عم يطير بالهواء يمين وشمال، تمام؟ وبكثافة، لأنه هلأ بيكون في وقت اللقاح والهواء قوي، بيجي الهواء بيطير غبار طلع مشان يصير في لقاح بالشجر. بس طبعاً الأشخاص اللي عندهم مؤهب وراثي مثلاً للحساسية بصير في عندهم هذا الرمد. هو عبارة عن التهاب بهي المنطقة اللي اسمها الملتحمة، اسمها الملتحمة، وهلأ بنحكي عليها وبنشوف إنه هي عبارة عن طبقة جلدية موجودة هون، لكن شفافة، وهي الكلمة كتير مهمة أصدقائي. تصوروا لو في طبقة من الجلد موجودة من أول عيني لآخرها، يا ترى بقدر شوف؟ لا أنسي، لأنه ما بنقدر نشوف، كأنه مثل واحد حاطت هيك برداية على عينه ومسكر، ما بيصير. هي رب العالمين صحيح هي بنيتها جلد لحماية العين، ولكنها شفافة. ليش شفافة يا حلوين؟ مشان تمرق شوف. فكر ما نشوف. حلو. شو بتمرق إذا هي شفافة؟ الضوء. لازم تمرق الضوء. رائع جدا، رائع جدا. لازم تمرق ضوء. أما إذا كانت مثل السيارة اللي حاطين لها الفيمة، ومثل السيارة يلي شبابيكها ما في عليها فيمة مفيمة، تمام؟ السيارة المفيمة ما بفوت عليها ضوء منيح، لأنه أصلاً هي مفيمة. أما السيارة يلي مهما عليها شيء تكون شفافة، هي بتفوت ضوء قد ما بدنا، تمام؟ حتى في عنا الشبابيك اللي بنحط الله لاصق محجر، أو الشباك المحجر، شايفينه؟ إيه أنسي، إحنا عنا منه أنسي بتشوفي منه من جوا، واللي برا ما بيشوفك. حلو، تمام. وفي عنا هذا المحجر القديم إذا بتتذكروه هيك، وقت كنا إذا بيوتنا قديمة بتلاقي إنه نحن بس بيفوت لنا شوية ضوء، بس ما بنحسن نشوف من برا شيء، ولا اللي برا بيحسن يشوفنا. هاي طبعاً الملتحمة رب العالمين خالقها صحيح إنها جلد، ولكنها شفافة مشان تخلي يفوت الضوء قد ما بده.
تمام؟ فإذا أيضا من الأعضاء الملحقة، من ملحقات العين، وإذا أنا بجيبكم صح وخطأ وبقولكم إنه الملتحمة من أجزاء كرة العين، تكتبوا لي صح ولا غلط؟ أنسي صح. صح غلط. كرة العين. لا أنسي غلط، من ملحقات العين. أيوة. ملحقات العين. من ملحقات العين وليس من كرتها. فهمتوا علي أصدقائي؟ يعني أنا مثلا لما بدي أخذ عين بقرة، أكثر شيء نحن بنشرح عين بقرة وبدي شرحها، لما بدي قيم العين وبلش شرحها اصلا الملتحمه بتطلع لحالها، ما بتضل هون موجوده يعني. تمام. طيب اخر عضو من الملحقات اللي هي العضلات المحركه. العضلات المحركه سبحان الله، عضلات العين هي تعتبر من اسرع عضلات الجسم، اسرع عضلات الجسم سبحان الله. لما انتم مثلا بتكونوا عم مركزين كثير او عم تنتبهوا او بحاله حذر، بتلاقوا عينكم كيف عم تروح وتجي؟ لاحظتوا هاي الحاله كيف انه بتلاقيها عم ترف هيك 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 بسرعه وتروح ليمين ويسار، او بكون بحاله خوف مثلا ويسار. شو بيقولوا نحن بالمثال او هيك بحياتنا العاميه؟ مثل رمح البصر، لمح البصر. سمعانين فيها؟ ليش بقولوا؟ انت منجيب سيره هذا المثل؟ انت لما بيكون الشخص او الحادث يلي صار سريع جدا، مو انه ما حسينا مثل لمح البصر. سمعانين فيها هذا المصطلح؟ سمعانين فيها اكيد. هذا دليل على انه عضلات العين تعتبر من اسرع عضلات الجسم، حركتها سريعة جدا جدا جدا. تمام. وسبحان الله مرة هيك عم شوف فيديو علمي، فعم يقولوا انه حركة العين وسرعة عضلاتها تخف مع الزمن، وحاطين بالفعل مقارنة بين الأطفال وكيف عينهم بتلاقوها هيك ما شاء الله بنسميها عم تغزل غزل، وبين عين شخص يعني بالتسعين كيف بتكون عيونه، كيف تكون عيونه هذا الشخص بيرف مثل ما نحن بنرف؟ لا يعني حركتها بطيئة، كثير حركتها بطيئة. سبحان الله مع الزمن حركة العين بتخف وبتضعف، وحتى عضلات العين بتضعف كتير، حتى هو ما بيعود فيه لمعة بعيونه للشخص. سبحان الله بصير في مرحلة كبر بالعيون، حتى بصير بقى فيها كثير أمراض. أنا بس كيف؟ بقل بصره. تمام تمام. وفي حتى هيك في مصطلح هيك بيقولوا عيونه مقطنة، يعني هيك بتلاقوا في عليها أبيض وهيك سبحان الله كأنه أكل الزمان وعليها وشرب. تمام. إذا خمس ملحقات للعين لازم نركز عليهم ونحفظ إنه هدول ملحقات العين، وأصدقائي هن سهلين كتير وبسيطين مشان نقيمهم من بالنا ونبلش بكرة العين. تمام. طيب بالنسبة للملتحمة أصدقائي، إذا حدا بجاب لكم سيرتها، حدا لكم حكوا لي عنها، رح تقولوا له إنه هي عبارة عن غشاء جلدي شفاف، وهي الكلمة بلاها بيروح جزء من العلامة. تمام. غشاء جلدي شفاف يحيط بكرة العين من الأمام بس. تمام. يعني هي مثل جلالة أو هيك مثل ما بقولوا برداية محطوطة من الأمام، ولكن سبحان الله شفافة جدا من أجل تمرير الضوء. طيب أما بالنسبة للعضلات المحركة، فتعالوا نشوف كم عضلة أصدقائي. هن 6 عضلات محركة، 4 بتكون مستقيمة واثنتان منحرفتان، هدول بتكونوا من على هذا الطرف ومن على هذا الطرف. ترتكز هذه العضلات على كرة العين من جهة وعلى عظم الحجاج من جهة أخرى. يعني في عضلات مرتكزة على كرة العين هيك ماسكة فيها مسك، والطرف الثاني من العضلات ملتصق على أو مرتكز على عظم الحجاج. تذكروا عظم الحجاج وين جبنا سيرته؟ من عظام شو؟ عظام سمح لنا تتكلم أحسنتم، عظام الوجه. لما قارنا بين عظام الوجه وعظام الجمجمة وقديش عدد هدول وقديش عدد هدول، يوميتها حكينا عن عظام الحجاج أو عظم الحجاج، وقلنا أنه عظم الحجاج هو مسكن للعين ويحمي العين، هو تجويف. وتذكر لما قلت لكم أنه أحياناً بيكون إنسان مريض أو سهران أو عم يدرس أو هيك، بيكونوا عيونه غايصة لجوة، هيك بيقولوا أنه شبهن عيونك غايرة أو غايصة أو هيك، يعني أنه بيكون عظم الحجاج واضح عنده. تمام. أو حتى ممكن يكون يا حالة مرض أو جوع أو هيك. تمام. طيب قال تقوم هذه العضلات بتحريك العين في مختلف الاتجاهات،
تمام؟ وطبعاً مثل ما قلت لكم حركات بتكون سريعة جداً، تمام؟ في أي سؤال عن موضوع الملتحمة أو العضلات المحركة أو حتى كل الأعضاء الملحقة؟ في سؤال؟ لا أنسي يعطيك العافية. لا أنسي يعطيك العافية. المهم نحفظها إنه هني ست عضلات أربعة مستقيمة وهي. إنه بيجي من طبعاً. طبعاً طبعاً أصدقائي. هي حتى لو كانت محطوطة ضمن الملاحظات لكن ما يسلم ما كتب عليها مثلاً للإطلاع، هدول مهمين، تمام؟ هن ست عضلات أربعة مستقيمة وتنتين منحرفتين. يا مهمتهم أو وظيفتهم تحريك العين بمختلف الاتجاهات، تمام؟ يا هلأ بقى فتنا بالقسم الثاني اللي هن مين؟ كرة العين. هي اسمها كرة العين. حتى كرة العين أصدقائي هي نصين، حتى كرة العين هي جزئين أساسيين. أول شيء في عندي جدار العين، هذا الجدار خلينا نقول هيك من اسمه باين إنه هو البنية الأساسية للعين. شوفوا أصدقائي الجدار هالطبقة هي هيك تمام، هي المنطقة كلياتها اسمها جدار العين. سبحان الله العين قاسية، متمنى هيك بيوم من الأيام الله يجمعني ولو كنت معكم كنت شرحت لكم. جبنا عين خروف أو عين بقرة، وعين البقرة مثالية لأنه بتجي كتير كبيرة هيك شو بقولوا محرزة للتشريح يعني، فبتحسوا عن جد إنه العين بتكون صلبة، تمام؟ فهي كرة العين مشان ما إنه لأنه هي مثل الكاميرا سبحان الله، يعني هيك في غرفة مظلمة وطبعاً رح نحكي عن هذا الموضوع بآلية الرؤية بشكل مفصل. طيب جدار العين أصدقائي هن ثلاث شغلات بس، تمام؟ جدار العين هن الصلبة المشيمية والشبكية، الصلبة والمشيمية والشبكية، تمام؟ طيب أما بالنسبة للأوساط الشفافة يعني كله شفاف بشفاف وبمصفوفين وراء بعض هون من الأمام إلى الخلف، يعني من وقت ما بيكون هون شفاف، هون شفاف، هذا شفاف، هيك ليش؟ لأنه طريق الضوء لازم يكون على طول شفاف، ما لازم يسده شيء. مجرد ما صار في عنا مرض معين أو شيء معين أدى لو حتى تعكير، يعني تعكرت الشفافية شوي، يصير الشخص مريض ولازم يروح على طبيب، وهذا اللي يمكن نحن نسميه في ناس تعمل شيء اسمه زرع قرنية. زرع قرنية ليش زرع قرنية أصدقائي؟ لأنه قرنيته تعطلت، تجعلكت، ترسبت عليها مواد فصارت غير شفافة، فبالتالي بيقيموا له واحدة وبيزرعوا له واحدة صناعية وهي مسميها زراعة القرنية، تمام؟ فإذا الأوساط الشفافة التي توجد في العين، لاحظوا لي هالمنطقة كلها يا أوساط شفافها، ها هي المنطقة إضافة لهاد. أول شيء في عندي القرنية الشفافة، القرنية الشفافة هون، تمام؟ هي اسمها القرنية الشفافة بهالمنطقة. أول شمدي لكم، أول شيء بوش الضوء بيجي تغري مباشرة، هي اللي بتستقبل الضوء، بتفوته على هالمنطقة اللي هيك جاية مثل الهلال الصغير، شايفينه هاد، تمام؟ بنسميه الخلط المائي، الخلط المائي هاد هون هيك، تمام؟ بعدين بقى بيجي عنا الجسم البلوري هاد، شايفين لي هيك شلون هيك طالع مثل حبة البصل، شايفينه هيك، شفتوا له الجسم البلوري وينه لونه أبيض هاد، تمام؟ بعدين أكبر قسم بالعين، هذه الغرفة كلها ياتها بقى هون معباية بسائل، هاد بنسميه الخلط الزجاجي، هاد كلها ياتها هالمنطقة كلها ياتها اسمها الخلط الزجاجي، الخلط الزجاجي. فإذا في عنا خلطين، انتبهوا، هاد بسميه خلط شو؟ مائي. حلو، هاد تمام. والجواني شو بنسميه؟ كبير كتير، الخلط الزجاجي، تمام. سبحان الله نحن وقت منشرح العين وقت أول ما منفتحها بتلاقي في شيء هيك دلق، تمام؟ هذا بيكون الخلط الزجاجي، تمام؟ مثل الجيلي هيك بنيته، مثل الجيلي، تمام؟
هيك بسوء هيك بالأرض، الجلالي مو كتير كتير جامد يعني، ها أوله يعني. تمام؟ طيب عرفتوا الترتيب؟ عرفتوا الترتيب؟ إن كان لجدار العين ولا للأوساط الشفافة؟ طيب إسراء الأصفر تفضلي. معلش أسألك سؤال، جاهزة؟ جلول مو إسراء أصفر. طيب يلا جلول اهلا وسهلا، لانه انا قريت اسمها وقت صار زمان ما طلعت، هلا اول قبل ما نبلش الدرس. طيب يلا اسراء، عدد الاعضاء الملحقه بالعين، الملحقه بالعين تفضل. انسي شو بتتذكري من هون قليلي؟ انسي الاهداف. حلو ممتاز. انسي العضلات، انسي العضلات المحركه. رائع جدا، هذا اللي هيك ايش عرفنا عنها. كم أنسي؟ إسراء عندك جواب ثالث؟ عندك خيار ثالث؟ أنسي الحاجة. الحاجب. حلو حلو ممتاز تمام. توقفي لهون، اختاري حدا من أصدقائك يكمل عنك لو سمحتي، من اللي رافعين إيدهم. أنسي ابتسام المهوب. يلا ابتسام. إيه أنسي إسراء سبقتك وقالت إنه هي في عنا أهداب، وقالت إنه في عضلات محركة، وقالت في حواجب. تمام؟ طيب انت شو بتقولي كمان؟ في شو في عنا اعضاء ملحقه لسه ما ذكرتهم اسراء؟ انسي الجفنين والغده الدمعي والملتحمه. حلو ممتاز ممتاز، هدول هن، وهي والباقي ذكرتهم اسراء. شكرا لجوابك انت واسراء. اسراء عفوا ابتسام، اختاري حدا بعدك لو سمحتي جاوب على اللي بعده. انسي ريم العموره. يلا يا ريم. ايه انسي معك. في عنا مكونات للعين كتيرة، بدي بس تذكري لي تبع كرة العين، عفوا جدار العين، شو هنن ثلاث أشياء تبعات جدار العين؟ بس تبع الجدار. الصلبة والمشيمية. حلو. والشبكية. أحسنتي، الصلبة والمشيمية والشبكية. طيب رائع جدا، اختاري حدا يعطيني الأوساط الشفافة. أنسي غزالة. يلا غزالة. إيه أنسي معك. أنسي الأوساط الشفافة هي القرنية الشفافة والخلط المائي والجسم البلوري والخلط الزجاجي. أحسنتي، شكرا كثير لإجابتك والله يعطيكم العافية، شكرا لتفاعلكم.